التاسعة صباحا في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. يقوم القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، حيث يتفقد أول مجموعة من الفيلات يتم تشييدها بحي الفيلات، كما يزور عددا من مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع شباب الشروق في مدينة الشروق. أكدت وزارة الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، جاء هذا في بيان صحفي تعقيبا على تسريبات تداولتها وسائل إعلام لتنظيم الإخوان الإرهابي تتناول علاقات البلدين بشكل سلبي. وحضر بيان الخارجية من الالتفاف لمحاولة الوقيعة والإضرار بعلاقات مصر مع الأشقاء العرب من قبل هذا التنظيم الإرهابي. أفاد تقرير الأمم المتحدة أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن. ذكر التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن أن إيران سهلت للميليشيات الحوثي الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 فردا وكيانا إيرانيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الصواريخ الباليستية في إيران، من بينهم رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني. فيما قال الرئيس الأمريكي ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق النووي لن يكون مع إيران إنما مع الأوروبيين. هذا وقد وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية على رئيس السلطة القضائية بالعمل العدائي. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن العقوبات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تجاوزت ما وصفته بالخطوط الحمراء متوعدة بالرد عليها. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.